السلام عليكم، كيف الأحوال؟ كل شيء بخير، كل شيء في أمان الله. إن شاء الله نصيبوا اليوم شفن جديد. طار سهل دوزو المقادير. عندنا ثلاثة الكيسان ديال دقيق الفرص، وعندنا نص كاس ديال السميدة الرقيقة بالقمح، وعندنا خميره، خميره الخبز، وشويه سكر شي نص معلقه صغيره، وشويه الملح، وجوج معالق ديال زيت الزيتون، والماء دافي للعجين. وندوزو على بركه الله. بسم الله، نضرب له الدقيق. خميرة وشوية سكر، الزيتون، صافي ما بقاش فيها الكويرات، كتلصق في اليد. نغطيها ونخليها شويه ترتاح. ها العجينه خمرات، غطيتها قبيله دهنتها بالزيت وغطيتها، ها هي خمرات. بسم الله، دابا غادي نقطعها. دهنوا ايدينا بالزيت، شوفوا راه خمرات. القياس اللي بغيتو، الزيت درتو يسخن، درت جوج مقلات، وحده فيها غير شويه الزيت، والثانيه فيها الزيت باش طيب مزيان فيها، وحده فيها غير شويه. هانتم غتشوفوا غادي ناخد هاد الاولى ساهل، غادي ندير لها هكا. نشدها هكا ونحطها في المقلة، المقلة الاولى. تتنفخ هنديرها في المقلة اللي فيها الزيت زايد. العافية مهيلة في المقلة الأولى.
نعاود لكم واحده اخرى بحالها. غنديرها فهاد المقلاة، نعاود معاكم واحدة أخرى، مازال ما سخن مزيان. كنتو مقطعينها حاطينها في الزون تحطوها هو الشفنج ديالنا، شوفوا القرمشة اللي فيه، حاولوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله، الى اللقاء في فيديو جديد.